الرحيم. إن في لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة
بالحق ذلك يوم الخروج إن ولقد خلقنا السماء فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج
ذلك حشر نحن أعلم بما يقولون وما وما أنت عليهم بجبار واستمع يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما وما أنت عليهم بجبار وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
نحن أعلم بما يقولون وما عليهم ولا الضالين.
بسم الله صدق الله العظيم.